بدها من التأكيد أن وزارة التجارة يعني عملها اليومي هو المحافظة على استقرار الأسعار والتحكم في الأسعار. واليوم في مدنيين الحقيقة لقيت أن الأسعار في المتناول خاصة في يخص اللحوم الحمراء. أيضا انتظامية التزويد والحمد لله اليوم كل المواد متوفرة. ونعاود ونقول أن الحكومة ووزارة التجارة أخذت إجراءات تتمثل في الترفيع في التخزين تحسبا لأي طارئ قد يحدث يعني جراء الضربات اللي قد تتعرض لها ليبيا الشقيقة اللي إن شاء الله ما تتمش. هذا من ناحية. من ناحية أخرى اليوم عندنا إشكالية حقيقية تتمثل في الانتصاب الفوضوي كما موجودة على المستوى الوطني. والإجراء هو أن يكون عندنا مراقبة اقتصادية قارة في الأسواق سواء كان السوق البلدي أو سوق الجملة في مدين، بالإضافة إلى تكثيف عملية المراقبة حتى نقلص من التجارة الموازية ومن الانتصاب الفوضوي خارج مسالك التوزيع. النقطة الثالثة اللي نعتبرها هامة جدا هو وزارة التجارة رصدت ميزانية خاصة بولاية مدين فوق 4 مليارات لتأهيل مسالك التوزيع. سوق الجملة في مدين وقع رصد 240 ألف دينار لتأهيله. سوق الحوت وقع رصد 320 ألف دينار لتأهيله. أيضا سوق المسلخ البلدي وقع رصد 340 ألف دينار والمبلغ هذا غير كافي بالمرة. سنعيد الدراسة، سيقع الترفيع في هذا المبلغ لأن المسلخ الحالي لا يستجيب بالشروط الصحية والفنية. وهذا الكل في الحقيقة نعمل على دور السلطات الجهوية حتى نسرع من القيام بالدراسات ونقوم بالاستثمارات. الإمكانيات هذه مرسودة، ما علينا إلا التسريع وعلينا إلا العمل حتى ننجز الاستثمارات هذه بسرعة إن شاء الله وتغير يعني وجهة مدنية في مجال التجارة. المواطن المدني يعرف قديش معنا باش تبدا الإجراءات اللي على هذه ميزانيات مرسودة، ما علينا إلا التسريع بالدراسات والانطلاق في الإنجاز. يعني نجم نقول هذا القسط الثاني، هذا نحكيو على القسط الثاني، نحكيو على القسط الثاني فيما يتعلق ببرنامج تأهيل مسالك التوزيع. عمل القسط الأول وقع الانتهاء منه والأشغال انتهت. احنا نخمم في القسط الثاني، الميزانية مرسودة، اليوم يلزمنا نذلل الصعوبات على المستوى الإداري وعلى مستوى الدراسات وننطلق في إنجاز المشاريع هذه المقررة سواء كان على مستوى سوق الجملة أو على مستوى سوق الحوت أو على مستوى أيضا المسلخ البلدي. أقرب الأجل يكاد يكون التجارة مع ليبيا يعني المورد الأساسي للمواطنين يعني في تونس. إلى متى سنبقى يعني مرة هزة في ليبيا أو غلق المعبر يعني المواطن الفلسطيني على شروط ماش بديل يعني نجم؟ أول حاجة اللي نحب نأكد هو أنه ليبيا هي يعني تعتبر الشريك الاستراتيجي لتونس وسوق عنده أهمية كبيرة والعلاقات مع الشعب الليبي الشقيق دائما هي ممتازة. هم أخوتنا، هم شركائنا، ولكن تحسبا ل يعني المشاكل الموجودة وحتى نقلل من التبعية للتجارة الموازية اليوم وزارة التجارة منكبة على الانتداء في إنجاز مشروع المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية من كردين. المشروع هذا الشركة اللي باش تقوم بالدراسات سيقع تأسيسها قبل نهاية شهر مارس وباش ينطلق، باش يكون المشروع هذا جاهز في أجل أقصى نهاية سنة 2017، باش يخدم تقريبا 2500 بصفة مباشرة و 6000 بصفة غير مباشرة، وباش تكون فيه استثمارات كبرى باش تغير الوجه المنطقة. وبن كردين وولاية مدنين باش تولي قطب تنموي يشع على كامل الجنوب الشرقي بإذن الله ولملاك من تراب الجمهورية، بالإضافة إلى وجود مشاريع أخرى يعني في مجال البنية التحتية والمناطق الصناعية. إن شاء الله ربي يوفقنا باش ننجزها بسرعة. حتى سؤال سيد الوزير، أنت قلت باش نفعلوا المراقبة باش تكون دورية، منظمة الدفاع المستهلك تعاني برشا صعوبات يعني. احنا نعتبر منظمة الدفاع المستهلك شريك، مرحبا بهم، نحبوا نتعاونوا مع بعضنا. وهنا نقول ونبشر ونسيق على تكوين مرصد على مستوى منظمة الدفاع المستهلك باش تمولوا وزارة التجارة تساعدوا على أنه يساهم في التقليص من ارتفاع الأسعار ومن الاحتكار ويقوم ويعادل دور وزارة التجارة. وزارة التجارة وحدها والمراقبة الاقتصادية وحدها ما تنجمش تقوم بحد شيء، لابد من دور المجتمع المدني، لابد من دور التوانسة الكل حتى نقضيه على التهريب ونقضيه على المسالك التوزيع الغير منظمة.
ونوصلوا للمواطن التونسي يعني قفتوا بأسعار مقبولة وبجودة مطلوبة أيضا. شنو جديد السيارات الشعبية في تونس؟ شنو جديد السيارات الشعبية في تونس؟ آخر سؤال. السيارات الشعبية وقع الاتفاق إن شاء الله مع وكالة البيع وإن شاء الله بتكون سيارات شعبية بأسعار مقبولة وبجودة وبجودة أيضا مطلوبة وبجودة وبمعايير أوروبية. ولنأكد ونقوله هالسيارات الشعبية راهي ما هيش مش تؤدي إلى خروج ونزيف من العملة الصعبة، بالعكس احنا الإجراء هذي عملناه باش نقلص من العجز في الميزان التجاري وباش نقلص أيضا من يعني العدد النهائي لربما لن يكون كما هو متوقع.